مشاهدينا الاعزاء، لا بغيتو ان بلا دو تاغلياتيل ميزون، تابعوا شوفوها في هاد لا فيديو. لا صوص طوماط فريمون معسله، والكفته بحال اللي مشويه. تابعوا في لا فيديو وشوفوها. دونك المشاهدين ديالي، كما قلت لكم غادي نديرو اليوم تاغلياتيل بصوص طوماط والكفته ديال العجل، كفته دو فو. دونك لا جو اتيليزي دي تاغلياتيل بيو، هادو زوين هاد النوع هذا. هانتوما كي دايرين. غادي ندير هنا كاين 250 غرام، 250 غرام بوغ 3-4 بيغسون ا بوبخي. دونك لا شديت الطنجره ديالي، درت الماء، درت زيت الزيتون، ورقه ديال سيدنا موسى. دونك جي مي دو لويل دوليف، اون فوي دو لوريي. دونك جي شوازي دي تاغلياتيل بيو اجوردي، وغادي نخدم لكم لا صوص طوماط ان شاء الله. هنا غادي نضيف شويه مليحه توجور في الماء تاع لي بات ديال الملحه باش يجيو بنان، وندير لها البزار فخي. انا عندي هاد المولان دائما ندير البزار فخي اللي مخلط بالبياض الكحل، فوالا فيه كاع وفيه لي 5 بي. المهم خلط انا كاع لي بواغ مخلطهم هنايا، هانتوما شوفوا كي دايرين، دايره كلشي فيهم، الغوج لي بي دو جنيفغ، دايره كلشي في لو بواغ ديالي، ميم لا كورياندر، فوالا لو بواغ فير، لو بواغ جون، فوالا. وندلع عليها ونخليها في لو مولا تاع بكري هذا، ونطحنها ويجي واحد الريحه في الماكله. بومبا لي ميك، بومبا لي ميف. والله العظيم هذا الشيء تجي بومبا، صدقوني. كوم جو زي دي، مو جو بون ان مولا ا بواغ اي جو مي دي بي روز، je mets le poivre noir, je mets le poivre vert, la coriandre, tout est mélangé ici pour me donner des arômes magnifiques dans mes plats. Voilà, voilà. تابعوا معنا ما تمشوا فين. هنايا غادي ندير لي تاغلياتيل تاعي في الماء ان شاء الله، وغادي نخدم الكفته ديالي، ونخدم لا صوص طوماط هي الاولى، والكفته غادي نخدمها avec les épices, tomates, je suis à chapelure, moi je suis à fournir qui fait ça, je vais le voilà, on va sauce tomate d'yali, on est avec vous. On va faire un peu de tagliatelle, on va le faire dans le mât, bismillah. On va faire un peu de tomate comme des petits nids, on va le faire dans le mât. 850 grammes, il faut pour 4 personnes. انتوما عندكم بلوس دو 4 بيرسون ديروا انتوما القياس. فوالا انتوما المشاهدين، خليهم حتى يتحلوا افيك اون فوي دو لوري. دونك جي مي لي تاغلياتيل دون لو بويونت افيك لويل دوليف لا فوي دو لوري لو سيل لو بوافر دو مونا، اي جو في ليسي كوير مي تاغلياتيل بوندون 8 مينوت، 8 ديال الدقائق. Voilà, باش يكونوا زوينين ان شاء الله. Maintenant, je vais m'occuper de la sauce tomate que je vais travailler avec de l'ail, quelques épices. Donc vous allez voir au cours de la vidéo ان شاء الله. وما تنساوش الحباب ديالي هاد العواشر، دعموا لي هاد القناه ديالي، بارطاجوها او ماكسيموم. Donc n'oubliez pas de partager au maximum la chaîne Assiette Parisienne TV. Je suis là. Et parce que c'est une très belle chaîne qui mérite d'être connue, voilà. Et je l'espère en 2023, ma chaîne va grandir en termes d'abonnés, en termes de vues, voilà. Surtout le Mouchehada, le Mouchehada de Kounaalia de 2023, Inch'Allah. Ou t'abou m'aïa, ou ma t'imchoufine l'habib. Donc là, j'ai mis mon huile, je vais rajouter mon ail râpé. غادي نخلي شويه الكفته، دونك غادي ندير الثومه هنايا، غادي نقلي هاد الثومه تاعي باش تجي بنينه في لي بات. دونك لا جي بري لاي روز، دو لاي روز، لاي هذاك اللي يكون روز. هانتوما غادي نوريه لكم انايا، نشري هاد لاي روز شويه غالي ولكن زوين بزاف وصحي، ماشي كيما لاي لو بلون، ويعطي واحد لو غو
انكرويابل افو بلا اوتيليزي لاي روز، راه زوين بزاف بزاف. وغادي نوريكم ان شاء الله اون روسيت، وغادي نطحنو ان شاء الله كامل وندير له زيت الزيتون ونديره في الفريغو تاعكم، عمره ما يغسل ما يخسر. ها نتوما درت الثوم ديالي هنايا في لاكاسرول، غادي نقلي الثوم تاعي. دونك جو في جي مي لاي روز افيك ان بو دويل dans ma casserole, je vais les laisser mijoter pour que l'ail puisse sortir tout le parfum qu'il a. Tout ma min diou lehad tariqa tjibni naf la sauce tomate mchi ki ma tlouhouha directement mou bacharatan sauce tomate dialkoum. Voilà, sauce tomate ana andi hadra ani khadmetha déjà. Voilà, ghir ghadi nzid leha les épices ou chwiya dial zaitra ou la feuille de laurier. Vous allez voir tout ça inchallah. Ha ntouma hna qallit lay tai, donc lay tai ani je l'ai bien fait griller. Voilà, qallit mzyan ntouma diali, ddit la sauce tomate tai. Hada sauce tomate tai nkhdemha belhbaq, lmatishha tai nslqha nqashiha w ntayibha ala lmhel bshwiya dial lhsel shwiya dial lhbaq البازيليك شويه ديال ورقه سيدنا موسى ملحه بزار ونخليها في لي بوكو بحال كونفيتور. ومين بغي ندير لي بات نجبدهم مباشره ونلقاها واجده، نزيد لها غير لي زيبيس والثومه. ها نتوما صوص الطوماط تاعي راهي هنايا، هنايا عندكم لا فوي دو لوريي، لا كانيل، ان بو دو كومان، دو كركما، du paprika fumé, de la muscade, des feuilles de basilic séchées, du thym et des herbes de Provence. غادي نقولها لكم بالعربيه، ورقه سيدنا موسى، القرفه، الكمون، الحرقوم الاصفر، شويه ديال الفلفله حمراء فومي، شويه ديال الزعتره، زعتره هي لا، هذه لي زيرب دو بروفونس، والكوزه شويه ديال الكوزه محكوكه، وهذه الحبق غادي نوريكم كيفاش ندير له من شري هنايا. المهم كامل هادو نزيدهم مع صوص طوماط تاعي تجي واعره. والكفته تاعي غادي نخدمها تاني وندير جوج ديال كسميتو قعقله اللي هو الهال، حبه الهال انا نطيب بها بزاف، صدقوني تجي زوينه في الطياب ديالكم. ندير زوج حبات نديرهم مع صوص طوماط تاعي الهال، يطيبوا به بزاف في لبنان، نديره بزاف في الروز. شوفوا لي غوسات ديالي في القناه تلقاوهم، ونستحفظ بها في هاد لي بواط ايرميتيك ما يدخلهمش البرد دائما. انتوما ندير هكا الانيس، الباديانا، هذا مهم. شوفوا غادي نوريكم كيفاش نستحفظ على البازيليك ديالي انايا. نشريه خضر فخي، جي فو مونطري لي زامي. ها نتوما كيفاش الزعتره ديالي ندير لها، انا نشريهم فخي نخليهم في هاد القصيعه في هاد بتيت كوبول ونخليهم ينشفوا. مع عندي هنايا السمش الفوق، راكم تشوفوا السمش، ما نخليهمش في السمش، نخليهم في الظل في هاد البلاصه هادي ما يدخلها السمش، ونخليهم حتى يبسوا مزيان. فهمتوا هاد الشيء اللي كاين؟ ونلقاهم من بغي نطيب لي بات، نطيب هكا البيتزا وكلشي، نلقى داكشي كلشي موجود. نعم اسيدي، فوالا فوالا. ها نتوما هنا ضفت لي زيبيس تاوعي، ضفت كلشي اللي كاين. دابا غادي نخلي الصوص طوماط طيب مزيان على المهل، ما غاديش نزيد عليها، نخليها فريمون وفيها مغرقه ديال الحسن، فيها كلشي باش تحيد لكم هذيك لاميرتيم ديال الماطيشه. فوالا، وتجي معسله هاد الصوص طوماط. والكفته غادي نخدمها، غادي نديرها سواء اون بولات هنا في صوص طوماط، سواء غادي نقلي لي بولات باش نزوقهم اوتور كون جي ميتري لا صوص طوماط. انا غادي نزيد ان دوزيام باكي تاع 250 غرام، باسكو 250 غرام ما يكفينيش، حنايا انا حنا ربعه، حنا ختام ربعه، دونك غادي نزيد ان دوزيام باكي غادي نطيبو وتشوفوا معايا كلشي ان شاء الله من نقدم لي زاسيات فينال. غادي نوريكم الكفته كيفاش نخدمها. هانتوما هنا غادي نوريكم كيفاش نخدم الكفته، الطريقه ديالي كيفاش نخدم الكفته ديالي، واخا كاع الناس يعرفوه.
انا عندي هنا البصله الحمراء اللي طحنتها فريمون لينتها اشيتها، دونك جي دي زونيون روج، ندير مغرقه ديال البصله الحمراء بخي اون غروند كويير، تجي بنينه في الكفته صدقوني. عندي دونك ان اونيون اشي، عندي 3 غوس داي رابي اي اشيت ديجا في صوص طوماط. السر ديال لي بات تاعك هي الثوم، لو سكري دي بات ريوسي سي لاي اشي اي كونفي. انا كونفيت الثومه نهار الاول قبل ما ندير صوص طوماط، نقلي مزيان هذيك الثومه ديالي، نشحرها مزيان باش تطلق هذيك الزيت ديالها ناتشوريل. واني زدت لي تاغلياتيل باسكو يافي جوست 250 غرام، دونك جي 500 غرام دو تاغلياتيل بور 6 بيرسون. فوالا دونك جي مي لونيون هاشي، لاي روز، جو في ميتر ان بو دو كانيل، دو جينجمبر، دو لا دو كوركوما، ان بو دو جيروفل مولو، دونك شويه قرفه، شويه سكنجبير، شويه الحرقوم الاصفر، وشويه ديال القروفل شي غير شي شويه اون بوانت، وشويه ديال الزعفران الحر في الكفته ديالي. ها هو لا صهدتو، دونك هانتوما نديرلو هكا ونزيد التوابل ديالي مع الكفته ديالي. والسر الناجح تاني تاع الكفته ديالكم هي لا شابلور، شابلو ديال الخبز. هادي نخدمها بالخبز انايا، هانا ندير فيها الثومه وندير فيها شي شويه. هانتوما ندير مغير جهد جوج مغيرقه تجي رطبه وتذوب في الفم بهذه الطريقه هذه. فوالا، وغادي نوريكم واحد الطويجين بالبولات اللي نديره باللوز، ندير الكفته باللوز اون بودغ. هذه سي نوتغ غوسات ان شاء الله غادي تشوفوها، غوسات ديالي. فوالا، ندير ثاني شويه البزار فخي، ندير شي شويه. فوالا، ما غاديش ندير الربيع باسكو هذا فيه الكوريوم هذا البواف، وشويه ديال الملحه، ونكمل شويه زيت ارغان، نخلطها بشويه ديال الارغان غير شي شوي ماشي بزاف، تجي لا اروع. ولا زيت الزيتونه وما نديرها شويه ارغان بغيتو. غادي نجيب الكون ان شاء الله ونخلطها معكم. هنا غادي نمينونجي ونرجع معكم. واحد الريحه راهي طالعه، واحد الكفته تجيكم بهاد المقادير صدقوني، ديروها. نخلطها مزيان صافي، هانتوما كيشابه. هانتوما هنا يعني صفيت لي بات ديالي، هانتوما كيجاو زوينين. فوالا، درت 500 غرام، دونك 50 500 غرام 500 غرام 500 غرام نص كيلو ديال لي تاغلياتيل، ونزيد عليهم شويه الزويتنه، شويه زيت الزيتون من الفوق باش ما يتلصقوش. هادو ما يتلصقوش، هاد النوع راه زوين. فوالا، سي دي فريمون دي كات دي بات دو كاليتي، من نوع جيده وما يتلصقوش. فوالا، درت لهم غير شويه زيت الزيتونه، لاصوص طوماط راهي طيب، الكفته تاعي راهي مخدومه. انا غادي نديرها سوا في لاصوص، سوا غادي ندير غادي نقليهم اون بتيت بولات تاني يجو بناني، يجو بحال اللي طايبين في الشوا. اقسم بالله لا زوين بزاف. فوالا، المهم غادي تشوفوا كلشي افيك اسيت فينال على فان ان شاء الله. المهم ديروا هاد الطريقه تاع لا روسيت، vous serez pas déçu du résultat. هانتوما صوص الطوماط تاعنا راهي تشحر، راهي طيب، راهي تعسل. انا نخليها فريمون ا بوتي فو تتعسل، تجيني هذيك هي بنينه بنينه. هانتوما المشاهدين، انا زدت شويه ديال الكفته في الصوص طوماط باش نعطيها لو كو، زدت شويه. فوالا، و لو غيست غادي نقليه، غادي نقليه اون بوتيت بولات هنايا يجي زوين. فوالا، انا هذه هي الطريقه ديالي تاع لي تاغلياتيل، يجو فريمون اون صوص انكرويابل.
سورتو هاد لاصوص طوماط تجي فريمون معسله باسكو نخليها على المهل. فوتر صوص طوماط ليسي لا بيان ميجوتي بوندون او موان 25 مينوت 25 دقيقه نخليها غير لي زوج غير المهل ولا كاع واحد. درت لها زيت الزيتونه درت لها بازيليك الحبق كلشي فيها فريمون سي تري تري بون. انا غادي نقلي فيت في الكفته ديالي ونرجع معكم افيك لاسيت فينال ان شاء الله. Voilà, mes pâtes sont prêtes. Les tagliatelles sont bien cuites, al dente. Ma sauce tomate est bien confite. Mes boulettes de veau fondant à souhait. هانتوما المشاهدين العزاز الغاليين، لاصوص طوماط تاعي جات معسله و درتها في واحد الطبيسيل كبير ديال الطاووس، كنت انا والوالده ديالي الله يخليها لي وكلينا. سيتي فريمون مانيفيك، صدقوني ديروا هاد لا روسيت ونقول لكم ا بيانتو بوغ اون بروشين فيديو. اي نيزيتي با ا فير بارطاجي او ماكسيموم. اون ريفوار.